على أول بطولة آسيوية لمنتخب قطر في دور نهائي كبير أمام المنتخب البحريني الذي قدم أداء رائع. لو تحدثنا على الدور النهائي الذي كان ربما مباراة تاريخية بالنسبة لكرة اليد القطرية. والله احنا في البحرين يعني صراحة صادتنا ظروف وخاصة في المباراة النهائية وخاصة في الجدول ما خدم المنتخب اللي احنا لعبنا يعني مباراة وأقل من 18 ساعة لعبنا قبل النهائي مع المنتخب الإيراني وإصابات يعني 4 إصابات يعني لعيبة مهمين، لكن الحمد لله اللعيبة اللي لعبوا فيهم البركة وطبقوا الخطط والأشياء المطلوبة من المدرب ويعني على عامل الجمهور والأرض، الحمد لله تخلصنا وتغلبنا على المنتخب البحريني ولأول مرة نحقق بطولة آسيا. الآن الضغط أصبح كبير ونعرف أن منتخب قطر يطمح إلى العالمية بهذا المدرب وباللاعبين الموجودين. لو تحدثنا على تجهيز هذا المنتخب كيف سيكون لمونديال قطر؟ أظن أن فاليريو ريفيرا وضع خطة كبيرة لكي يكون المنتخب جاهز لرفع تحديات كبيرة. والله هو المنتخب يعني راح يستعد في خلال هالاستعداد بتصادفنا بطولة دورة الألعاب الآسيوية في كوريا، ومن بعدها يعني راح نطلع معسكرين يعني في برشلونة ونكون إن شاء الله جاهز نوصل لقمة الاستعداد حق بطولة كأس العالم. ماذا ننتظر على مستوى التنظيم من دولة قطر؟ والجميع تحدث ربما على مفاجآت كبرى على مستوى التنظيم، على مستوى القاعات، وأيضا على المستوى اللوجستي. طبعا دائما إن شاء الله قطر بفضل القيادة الرشيدة دائما تحرص على أحسن تنظيم، ودولة قطر ما بأول مرة يعني تنظم هذه البطولات الكبرى، وإن شاء الله راح يعني أنا أتوقع أن من ناحية التنظيم، من ناحية المنشآت، ومن ناحية راح تبهر العالم إن شاء الله دولة قطر. نستطيع القول أن قطر أصبحت الآن عاصمة كرة اليد العالمية باعتبار أنها كل سنة تنظم السوبر جلوب، بطولة آسيوية وتظاهرات كبيرة. الآن ربما قطر أصبحت ربما المقر الرسمي لكرة اليد العالمية. الحمد لله هذا بفضل رب العالمين. دائما قطر متعودة خاصة في كرة اليد يعني على تنظيم البطولات الآسيوية والسوبر جلوب، والحين عندنا البطولة الأهم بطولة كأس العالم، إن شاء الله تطلع بشكل جيد. الآن نتحدث عن المشاركة العربية أبو عيسى، يعني نلاحظ أن قطر ستنظم، هناك تونس، هناك الجزائر، هناك مصر، هناك البحرين، وأيضا الإمارات لأول مرة. ماذا ننتظر من المشاركة العربية وخاصة أنها ستكون في دولة عربية خليجية؟ سيكون هناك تميز بالحضور الجماهيري وأيضا بوجود كل المنتخبات في بلد واحد. يعني هذه صراحة فرصة حق المنتخبات العربية، لأن صعب أن كل سنة بطولة كأس العالم تكون في منطقة عربية. كانت آخر مرة في تونس 2005، وأيضا في مصر سنة 99. يعني صعب أن وخاصة يعني 3 دول خليجية تكون المنطقة غريبة منهم، والفرق العربية يعني فرصة أن يقدمون أحسن شيء عندهم يعني في هذه البطولة. أعتقد فرصة، أظن أن الجماهير ربما ستكون لها عامل كبير في هذه البطولة العالمية، وجود الجماهير العربية كلها مع بعضها، مع جماهير قطر، مع جماهير الإمارات، مع جماهير البحرين، وأيضا الجماهير والجاليات الموجودة، ربما سيعطي نوعا ما أخوة أكثر بالنسبة للجاليات العربية، وأيضا أجواء حميمية أكثر، وستقرب الشعوب لبعضها البعض. يعني مثل ما قلت لك أن قرب المسافة والفرق المشاركة العربية والأخوة الأشقاء الموجودين في الخليج، وأكيد يعني عامل الجمهور شيء رئيسي لتقديم مستويات أفضل في البطولة. سنواصل الحديث لكن بعد هذا الفاصل.
نعود مشاهدينا الكرام لمواصلة الحديث مع ضيفنا الكريم عبد الله عيسى الكعبي حول مونديال قطر 2015. أبو عيسى، نلاحظ أن هذا المونديال له خاصية كبيرة، النسخة 24 تتزامن طبعا مع قوانين جديدة وأيضا مع مشاركات عربية مكثفة. هل تميز منتخب قطر وتنظيم قطر بالنسبة لهذا المونديال وربما سيكون له يعني نكهة خاصة في هذا المونديال؟ والله ان شاء الله يعني ان الامور كلها تكون في صالح التنظيم، يعني من ناحيه الجو في شهر واحد يكون الجو ممتاز، من ناحيه المنشآت والصالات ان شاء الله هناك اعتقد 3 صالات ضخمه وتواجد الجماهير، هذه الأشياء كلها إن شاء الله راح تنجح يعني بطولة كأس العالم. نتحدث على التعويذة الماسكوت التي تم اختيارها، هي شخصية فهد وطبعا ترمز للطفل العربي الخليجي الذكي القطري، يعني هذه الشخصية ربما ترمز للكثير أن هناك أصالة، هناك تجذر وهناك تشبث بقيم قطر. الحمد لله رب العالمين، هذا مثل ما قلت لك هذا مرتبط بعد ان في كرة اليد لها جذور ولها مشاركات، يعني سبق انها شاركت في كأس العالم، فمن جيل لجيل، وهذا يعني شيء يشجع الأجيال القادمة انها تمارس كرة اليد وتحمل يعني مسيرة هذه اللعبة كرة اليد اللي ما انقطعت عن كأس العالم. نلاحظ أن الآن هناك إقبال كبير من شباب قطر على كرة اليد، كيف هو الشغل بالنسبة لطبعا تحفيز اللاعبين الصغار على حب كرة اليد وممارستها في ظل المنافسة الكبيرة من فرق كرة القدم؟ والله احنا هذه فرصة كبيرة، يعني المونديال عندك، كأس العالم كرة اليد عندك، والمدربين ما شاء الله في جميع الأندية شقالين لجلب البراعم، وخاصة في يعني مع انطلاق بداية كأس العالم وما قبل، يعني الدعايات وذي أكيد اللاعب يعني البراعم يعني يشوفون الدعايات وذي وينخرطون للأندية. لو نتحدث الآن على غياب الأندية المنتخبات الكبيرة مثل منتخب صربيا الذي سيغيب، أيضا وصيف بطل أوروبا سابقا، منتخب النرويج، منتخب المجر ومنتخب أيسلندا، دون أن ننسى أن ألمانيا ترشحت بالإسعاف. والله يعني مثل ما قلنا احنا في الحديث السابق أن هذه فرصة حق المنتخبات العربية، يعني هذه منتخبات قوية يعني ما حالفها الحظ في الصعود، فهذه فرصة إن شاء الله تكاتف الجميع أن المنتخبات العربية تقدم مستوى كبير ونتائج مشرفة. لو نتحدث الآن على الأبعاد الثقافية والسياحية لهذا المونديال، لأننا الآن رياضيا المنتخب القطري سيزيد تأكيد أنه جاهز، لكن هنا ستكون دعاية كبيرة قبل مونديال كرة القدم سنة 2022 التي ستكون المحطة الأكبر بالنسبة للرياضة القطري. مثل ما قلت لك أنا الحمد لله أن دولة قطر يعني نظمت عدة بطولات، لكن هذه تعتبر البطولة الأهم يعني قبل مونديال 2022. إن شاء الله راح نثبت للعالم أن قطر مستعدة تنظم أي بطولة وفي أي وقت. ماذا تقول للاعبي منتخب قطر وأنت طبعا تجمعكم بهم علاقة كبيرة ووطيدة وتعرفهم عن قرب في ختام هذا الحديث؟ يعني أول شيء أحب أن أشكر رئيس الاتحاد القطري أحمد الشعبي لأنه ما قصر يعني من منتخبات الأشبال والبراعم للدرجة الأولى، يعني متابعها، وإحنا قاعدين يعني نعد المنتخب، يعني إذا التنظيم كبير إحنا لازم يعني إن شاء الله منتخبنا يقدم مستويات مشرفة تشرف كرة اليد القطرية وكرة اليد العربية إن شاء الله. أيضا نلاحظ أن يعني بغض النظر على المنتخب القطري هناك تحكيم قطري دائما متواجد، وهذا دليل أن المستوى كبير على مستوى التحكيم في قطر.
الحمد لله يعني الحكام بعد يتطورون، وعندنا في اتحاد اليد عندهم قاعدة يعني حكام من البراعم ولين الدرجة. أنت بتنظم كأس العالم أكيد عندك كل شيء، الأساس كل شيء موجود، حكام، مدربين، لعيبة، والحمد لله هذا كل شيء متوفر. وطبعا نختم معك الحديث بالدوري القطري الذي أصبح الآن أقوى تقريبا دوري عربي باعتبار أنه يستقطب أفضل اللاعبين في العالم. الدوري يعني أنا أسمع ناس من برا يقول إحنا لما نشوف مباريات الدوري القطري أحس إن إحنا مش في يعني دوري قوي صراحة، وخاصة الفرق اللي دعمت الأندية القطرية مثل النادي الأخوية والجيش والقيادة عملوا منافسة كبيرة يعني، والغرافة أيضا والغرافة والأهلي هذه السنة يعود من الباب الكبير. يعني هذه من غير هذه الفرق الذي الفرق الجديدة يعني دعمت الدوري وخلته قوي، ويعني تحس أنه دوري عالمي. شكرا لك عبد الله عيسى الكعبي على هذه الإيضاحات، نشكرك على قبول دعوتنا في قنوات بي إن سبورتس. مشكورين ويعطيكم العافية. هكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام برنامج في اي بي الذي خصصناه للاعب الدولي السابق لاعب الريان سابقا والمنتخب القطري لكرة اليد عبد الله عيسى الكعبي. نلتقي في مواعيد رياضية لاحقة إن شاء الله، إلى اللقاء.